ايه يا صاحبي؟ ايه يا صاحبي لسه حاير؟ لسه بتفكر كتير؟ لسه مش شايف بعينك؟ ولا قلبك صار ضرير؟ ولا مش عايز تقولها؟ ولا مش عايز تقولها؟ احنا أمة مش بخير، احنا أمة مش بخير، مصر مش قايمة بدورها، دورها مش تسحب سفير أو تنادي أو تطالب، حتى مش سحب السفير. مصر، مصر تحمي، مصر تنصر، أصلها الأخ الكبير. مصر، مصر تؤمر كله يسمع، تفتح المعبر تغير، يدخل الجدعان لغزة وشعب مصر يكون نصير، توقف القتل اللي حاصل، يرتدع ابن الحقيقة. قوم يا صاحبي ونادي فينا، يا كل حر وعنده نخوة، يا اللي حر وعنده دين، يا كل صاحب نفس حية، انت يا ابن المخلصين، يا كل صاحب نفس حية، انت يا ابن المخلصين. قولي رأيك ايه في غزة، واليقين وداك لفين؟ لسه بتراجع في نفسك، ولا صار عندك يقين ان الحكاية مش في جولة ولا علم ولا اسم دولة؟ الحكاية مين حيبقى جوه قدس المسلمين؟ الحكاية، الحكاية يا هم يا احنا، بيحسبوها من سنين. الصراع، الصراع مش فين حدودك، الصراع راح يبقى مين، وانهم واضحين وجدا. احنا بس المخدوعين مسطولين، احنا بس المخدوعين مسطولين، قاعدين بنسمع عن سلام معجون بطين، نسمع الاخبار بنبكي على العيال المذبوحين، نسمع الاخبار بنبكي على العيال المذبوحين، نسمع الخطابات نسقف. ما الزعيم واخد دورين، دور، دور يبيع عرضك وارضي، ودور زعيم المجرمين، واحنا بنمصمص شفايف وندعي، وندعي دعوة الله يعين. في الرمال دفننها رسمة، عجبنا دور المخدوعين، او نحررها بغنوة، او بنهتف حبتين، حد ياخد لقطة حلوة، ويا فلسطيني ويا فلسطين. فوق يا عم الله يعزك، فوق يا عم الله يعزك، وخلي غزة لك يقين، خلي روحها تمد عزة من الصمود تصنع كمين، خلي عندك روح ونخوة، وخلي عندك نور ودين. ودي يا صاحبي حقيقة واضحة، الصراع ده في كلمتين، مش حدودنا أو حدودها، الصراع رح يبقى، الصراع رح يبقى.